ما يتعلق، انا شايف قدامي هنا اهو ناس في مصانع الاسمنت، وناس في قريه سما العريش بيشتغلوا، وناس في الجامعه. بالنسبه لطلبه الجامعه، انا بحاول اذا كان في اولى وثانيه في اي كليه من الكليات، اذا كان في اولى وثانيه انا بحاول الامطره، لان الامطره فيه ممكن نستوعبه. وعايز اطمنكم على حاجه تانية برضو، حتى احنا بندرس الموضوع دلوقتي ككل مع رئيس جامعه، وقعد مع وزير التعليم العالي، واتفقنا ان احنا حتى الطلبه الثالثه والرابعه نحلها لها مع جامعه قناه السويس قدر المستطاع، حتى لو عملنا سكاشن في الجامعه هناك على حسابنا، واساتذتنا هم اللي يروحوا برضو يدرسوا ليهم. فبالنسبه لمشكله اي طالب في جامعه سينا، احنا خلاص بنحلها دي، ما فيهاش هزار. بالنسبه للعاملين في المصانع، انا ان شاء الله باذن الله المرحله دي مرحله مؤقته، وانا مرتباتهم هتفضل ماشيه طوال فتره وجودهم خارج محافظه شمال سيناء، سواء بيشتغل في القريه او بيشتغل في الجامعه او بيشتغل في مصانع الاسمنت. خلاص مرتبات نجري اتصال مع الشؤون الاداريه عندي، او مع شؤون العاملين، وهنبدا بعد كده نرتب، يعني يا اما نوجد لهم اماكن بديله، مثلا اللي بيشتغل في القريه ممكن يشتغل في الجامعه هنا في الانطره، يعني هنوجد اماكن بديله مؤقته. دي مرحله انتقاليه، وكلنا هنستحمل مع بعض المرحله الانتقاليه دي، لكن مبدئيا مش هنسمح ان حد يضار نتيجه لان هو الظروف فرضت عليه ان هو يجي هنا، لا طالب ولا موظف ولا عامل موجود عندنا في الكيانات بتاعتنا. انا بطمنكم، والموضوع ده موضوع محسوم. كواحد بعتبر نفسي من ابناء سينا بقالي 35 سنه، يعني رتح من الزمان عايش على ارض سينا، اكتر من اطنان الاسمنت اللي احنا انتجناها، واكتر من الجامعات، واكتر من كل حاجه عملناها، بنينا كمية مشاعر مع العشائر والقبائل والناس هناك. أنا عايز باسم يعني أبناء سينا فعلا بشكر سيادة اللواء المحافظ على هذه الروح. مش يعني أنا عارف إن إيه، إن الإمكانيات يعني، لكن هو لا يدخر وسع من إنه يبذل هذا الجهد. فأنا كواحد من أبناء سينا بسجل لك شكري وتقديري سيادة اللواء. احنا بس كل اللي انا عايز اقوله ان اي حد بالنسبه لطلبه جامعه سينا، باكد اهو، اي حد بالنسبه للعاملين في المصانع بتاعتنا، لن يدار احد بهذه المرحله، لا في مرتبه ولا في دخله ولا في الجامعه، وسيتم ترتيب الامور بالكامل. وانا دي حاجه انا باكدها لكم عشان نبقى عارفينها. وخلينا برضو عندنا هنا هنخلي فيه مندوب اتصال احمد العايدي، لاي مشكله يا احمد ارجو انك تبلغ بيها على طول الاداره. اما الطلبات اللي انا خدتها فباذن الله خلال يعني على يوم الاحد بالكتير هتكون عندكم الردود للناس كلها باذن الله. توفيق يا فندم ان شاء الله.